السلفية ليست حزبا، إنما السلفية عقيدة ومنهج، عقيدة ومنهج. من اعتقد هذه العقيدة وسلك هذا المنهج سلفي، بغض النظر عن أنه أنت ميت أو ما أنت ميت، هذه أمور عند أحكام أخرى. لكن السلفية هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه، اللي علموا للصحابة والصحابة علموا للتابعين، والتابعون علموه لتابع التابعين، وهكذا إلى أنه وصلنا الليلة. فهي منهج واعتقاد، ولا ترتبط بجماعات، ولا ترتبط بزي معين. بالمناسبة في ناس يفهموا أنه العقيدة والمنهج السلفي إلا مثلا ذول يكون عنده لحية وكذا، أيوة هذه من الواجبات، لكن ممكن الإنسان يكون سلفي وإنسان مستقيم وما عنده لحية أو بيت ما منقبة، ممكن يكون سلفي. لأن السلفية هي عقيدة في المقام الأول، والسلفية منهج وسلوك. لكن الإنسان لو التزم بأصل العقيدة وأصل المنهج وابتعد عن أهل البدع، بعد ذلك لو بيقى فيه غلط وتجاوزات ومعاصي، بيحلق لحيته، بيشرب الدخان إلى غيره، بيتمد بري جمال أبسه، دي كلها يا أخواننا يسمى معاصي وذنوب تنقص من الإيمان وتقلل من إيمان العبد، لكن ما بيخرج بها عن الاعتقاد الصحيح. تمام؟ يبقى بعد ذلك كون السلفية حزب، السلفية ما حزب، لأن الأحزاب يا أخواننا قائمة على قواعد للحزب، وقائمة على طاعة لرئيس الحزب، طاعة له. الآن بتقدر أنت منتمي لحزب البعث ولا حزب الناصريين ولا الحزب الشيوعي ولا حزب المؤتمر الشعبي أو حزب المؤتمر الوطني أو غيره من الأحزاب. تقدر أنت تخالف تعليمات الرئيس بتاعك؟ تقدر تقول الرئيس أنت قلت كلام مخالف للكتاب والسنة، أنا بختلف معك؟ ما بتقدر. ليه؟ لأنه قوانين الحزب لا تسمح للأعضاء بمخالفة تعاليم الحزب. عشان كده السلفية ما عندها رئيس النبي صلى الله عليه وسلم بالمنهج اللي علمنا له. لكن رئيس الآن وقائد يقول لك أوه غرر الرئيس كده، دي ما سلفية. عشان كده هذه الجماعات الليلة، لما جماعة أنصار السنة وجماعة ما تعرف غيرها من المجموعات الموجودة، لما بقت تتعامل بقواعد الأحزاب، لاحظ، بقت تتعامل بقواعد الأحزاب إنه رئيس الجماعة لو قرر قرار على الجميع الطاعة، لو القرار صحيح ولا غلط عليهم الطاعة. لذلك صارت هذه الجماعات ليست بجماعات سلفية، لأن السلفية هي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العلاقة بيننا وبينك أنت هي علاقة تعاون، نحن كجماعة. ما هو الجماعة ما حرام يعني، ما إحنا جماعة القاعدين دي ما مجموعة، هي الجماعة ما حرام، لكن يبقى العلاقة بين أفراد الجماعة هي علاقة تعاون على البر والتقوى، وتقوم هذه العلاقة على إنه يتبع الكتاب والسنة، مش يتبع رأيي أنا كرئيس أو رأيك أنت كشنو كتابع أو فرد. ففهمت الفريق؟ أي جماعة أول ما تخط لها ضوابط ورئيس يسمع له ويطاع في الطاعة وفي المعصية، دي بقت حزب من الأحزاب. لذلك السلفية براء من كل هذه الأحزاب، بل حتى الجماعات المنتسبة الليلة للسلفية هي ما سلفية. ده ما معنى إنه يزول فيها مبتدع، لا معلش، في ناس قد تكون فايتة عليهم معلومات، في ناس قد أشياء أخرى كويس، لكن ده معناه إنه هذه المجموعات ما بتمثل السلفية. لأن السلفية أخواننا ما حزب، ولا في ذول بيطيعوه ولا في ذول بيسمعوا كلامه إلا ما وافق النبي صلى الله عليه وسلم.